بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين، عزيزتي المستمعات أينما كنتم وحيثما وجدتم، أحييكم تحية صباحية عطرة أزفها لكم مباشرة من إذاعة الجزائر من برج باريريتش. نلتقي وإياكم عدد جديد ومتجدد من برنامجكم الأسبوعي من المطبخ، هذا الفضاء الذي يأتيكم كل يوم السبت من التاسعة لغاية العاشرة صباحا. إذن مرحبا بكم، ويخدمكم في هذا العدد رضوان في الإخراج، حليم في هندسة الصوت، في الإعداد والتقديم من الميكروفون معكم الشيف كريمة زيتوني. للتواصل معنا يمكنكم الاتصال بنا عبر رقم الهاتفين التاليين: الرقم الأول 0534728282، الرقم الثاني 0534738383. في عدد اليوم هناك أطباق، هناك كيفيات جميلة جدا، منها اللي راح تكون حصرية ومنها اللي راح تكون عبارة عن أجوبة لبعض أسئلة المستمعين والمستمعات اللي كانوا طرحوها لي مقبل. إذا نبدأ مع الأطباق تاع اليوم، من بعد نمروا للأجوبة نتاع الأسئلة. راح نذكركم فقط بأنه أطباق تاع اليوم راح تكون مقبلة، وتقدر تكون طبقة رئيسية اللي هي الطومات بولونجير، كاينة بوم البطاطا كيما نقولوا حنا كوشة بولونجير، وكاينة طماطم بولونجير. هذه الكيفية جميلة جدا، لذيذة جدا، وباش نبدلوا شوية يعني اوليو نديروا البطاطا بزاف وطومات شوية، هالخطرة راح يكون العكس، راح الكمية تاع الطوماطيش راح تكون اكثر بكثير من البطاطا، وفيها فوائد كثيرة ولذيذة يعني حقيقة لذيذة. كذلك هنا هذه اوتر بارونتيز للناس اللي عندهم طماطم بزاف وما لقاوش واش يديروا بها، انا جبت لكم كيفيه هذه. الطبق الرئيسي راح يكون عباره عن دجاج، دجاج هذا اللي راح يكون بولي باني بالبسكنجبير ولا بزنجبيل في الفرن، كذلك جميل جدا وصحي كذلك، يعني ماشي راح نقليوه راح نديروه في الفرن بالزبده وبالزنجبيل اللي معروف بفوائد نتاعو العظيمه لصحه الانسان. زنجبيل يعني خاصه يعني مفيد جدا للناس اللي عندهم الامراض المزمنه، يعني ننصحهم باش يتناولوا الزنجبيل سواء طازج او يابس، يديروه في الاكل نتاعهم ولا يستعملوه في تحضيرات اخرى. بعد هذا الفاصل نمروا مباشرة إلى الأطباق نتاع اليوم، وأول كيفية اللي هي الطماطم في الفرن أو لا طوماط بولونجير. هاد الطماطم في الفرن جميلة جدا، سهلة سهلة جدا التحضير تاعها، يعني طيب تاعها ما يديش حتى نص ساعة، والمكونات تاعها ثاني جد وبسيطة اقتصادية جدا، يمكن لربة البيت ولا العاملة تحضرها، يعني حتى وتكون يعني ما عندهاش الوقت تحضرها راح تكون جهة سهلة يعني مش واعرة. المكونات تاع هذا الطبق هي كالآتي: عندنا بالنسبة نقولوا احنا لأربعة أشخاص مثلا نستعملوا 8 حبات نتاع طماطم، 8 حبات طماطم تكون متوسطة الحجم، ما تكونش كبيرة بزاف وما تكونش صغيرة. نحتاج كذلك ربع حبات نتاع بطاطا، ربع حبات نتاع بطاطا متوسطة الحجم. هاد الكيفية تحب ثاني ثوم بزاف، هنا واحد الربع حتى خمس فصوص نتاع ثوم، خمس فصوص نتاع ثوم يكونوا مسكرفجين طبعا ولا مهروسين. نحتاج كذلك بقايا، بقايا لحم، بقايا دجاج، بقايا باي زومبل كان عندك بقايا سمك، باي زومبل عندك سردين لي زونشوا ولا كان عندك سمك وقعد لك، تقدري تستعملي في هذه الكيفيه راح يعني تعطي بنه زايده لهذا الطبق تاعنا. قلنا بقايا لحم، بقايا دجاج، لحم مفروم لا فيون داشي مثلا، ولا بقايا سمك، ولا حتى عندك سردين هذاك الرقيق خلاص يعني ما قدرتيش تقليه، ولا مثلا يكون صغير بزاف ما عرفتيش واش ديري به، ديري به الطبق هذا راح يساعدك كثير كثير. اذا قلنا سواء عندنا اللحم مفروم شويه تاع فيون داشي ميديش بزاف ميم با 100 غرام يعني بل بل بزياده، كذلك لكن عندك قلنا لي زونشوا مثلا هذاك السمك رقيق خلاص ما قدرتيش يعني مثلا جبتي سمك شريتي سمك وتحصلتي في حبات الرقاق هذوك تقدري تستعملي في هذه الكيفيه هذه.
قلنا كذلك وش كاين عندنا واحد 120 غرام من الجبن المفروم ولا الجبن المبشور عفوا الفخوماج غابي. اي جبن عندك في البيت، اي جبن مبشور اي نوع تستعمليه في هذه الكيفيه. كذلك نحتاج عندنا كميه من الزيت، واحد ربع معرف ماكله تاع زيت عادي ولا زيت زيتون كما حبيت. كاين ناس يطيبوا بزاف بزيت زيتون، لا باس انها تستعمل هذا الطبق بزيت زيتون ولا زيت عادي كما حبيتي. عندنا شويه تاع زعتر، شويه تاع زعتر، نحتاجوا ملح، فلفل اسود، وشويه تاع فلفل احمر اللي هي البابريكا، واحد المغرفه صغيره تاع بابريكا فلفل احمر. والناس اللي تحب الحار، الناس اللي تحب الحار تقدروا ديروا شويه تاع هريسه، شويه تاع هريسه تحلوها في شويه تاع ماء، مثلا مغرفه صغيره تاع هريسه في ربع مغرف ماكله تاع ماء وتستعملوها في الطبق هذا، ومن بعد نقول لكم كيفاش ديروها في طريقه التحضير. هذا واش نحتاجوا في هذا الطبق. راكم تشوفوا باللي ما فيهش حوايج كبيره. نعاود المكونات، عندنا 8 حبات نتاع الطوماطيش، 8 حبات نتاع طماطم تكون متوسطة الحجم. نحتاجو واحد الربعة حتى خمس فصوص نتاع الثوم، ربعة حتى خمس فصوص نتاع الثوم. كذلك نحتاجو ربع حبات نتاع بطاطا متوسطة الحجم. عندنا من 100 حتى 120 غرام من الجبنة المبشور. عندنا بقايا لحم، اللي عنده بقايا اللحم، اللي ما عندوش يقدر يديرها بلا لحم. هنا كي نقول بقايا اللحم، مثلا عندك دجاج يكون طيب من قبل اللي لما يعني كنتي طيبتيه في الغداء وقعد لك، تقدري تستعملي به الكيفيه هذه في الحشا، لا باس يعني باش ما نبذروش وما نطيشوش ما نرموش الماكله. عندي ليزونشوا يعني السمك صغير، هذاك السردين الرقيق، خلاص تقدري تستعملي به الطبق هذا. عندك شويه نتاع اللحم المفروم ما لقيتيش واش ديري به، ديري به الطبق هذا، بقايا اللحم يعني واش عندك. كذلك عندنا ربع مغارف زيت زيتون ولا زيت عادي. عندنا شويه تاع زعتر، مقدار مغرفه تاع ماكله تاع زعتر مفتته ولا يابسه، يعني تكون طازجه ولا يابسه كما حبيتو. عندنا كذلك شويه تاع ملح، شويه تاع فلفل اسود، وشويه مغرفه صغيره تاع بابريكا اللي هي فلفل الحار اليابس ويكون ملحي. والناس اللي تحب الحار تقدر تضيف مغرفه صغيره تاع هريسه حاره، طبعا لاصوص بيكونت. بعد هذا الفصل راح نعطيكم مباشرة طريقة التحضير. كيفاش نحضروا هذا الطبق هذا اللذيذ جدا جدا، جربوه يعني من تجربتي الشخصية حقيقة هايل ما شاء الله. شوفوا كيفاش ديروا، نسبقوا في البطاطا تاعنا بعد ما نحوا هذيك الأتربة، طبعا رايحين نشلوها نقشروها، من بعد نقطعوها دي غونديل، دي غونديل ما يكونوش رقيق بزاف وما يكونوش خشين، يكونوا متوسطين يعني. من بعد واش ندير؟ راح الثوم تاعنا نوجدوه ثاني نسكرفجوه ونحطوه بجيه. ثاني واش نديرو؟ نهزو الطماطم تاعنا نقطعوها دي غونديل، ما تكونش رقيقه بزاف تكون متوسطه. واش نديرو ثاني؟ نوجدو يعني كل المكونات تاعنا اللي في لي دونشوا تاعنا، ولا اللي كان عندي الدجاج تاعنا يكون طايب ويكون راحين نفتوه، نحولو العظم ونفتوه. اللي كان عندي اللحم الملحي راحين نطيبوه بشويه تاع ملح شويه تاع فلفل اسود، نطيبوه في مقلاة بشويه تاع زبده ولا زيت ونحطوه بجيه. اللحم الملحي يكون وحده ما نديرو حتى اضافه. الا كان عندي لحم مفروم طازج واش نديرو له؟ نطيبوه غير بشويه تاع ملح شويه فلفل اسود، ما نكثرولوش بزاف، مع شويه زبده ولا شويه تاع زيت ونحطوه بجيه عندما يطيب. يعني هذا نهضر لك اون جينيرال البقايا اللي عندي، قلنا سوا سردين سوا لحم سوا دجاج، باش الناس تفهمني راني نعاود اشاك فوا باش الناس تفهمني مليح. كذلك يعني هنا كل مكونات تاعي راه واجده توابل. واش نجيب؟ نجيب لو بلا تاعي يا غراتان، لو بلا اللي مالفا ندير لي غراتان تاعي ولا الدجاج ولا اي حاجه، يكون مستطيل ولا مربع كيما حبيتو. رايحين ندهنو بشويه تاع زيت زيتون ولا زيت عادي، كمية صغيرة بلو باسو هكذا. من بعد نهز لي غونديل تاع الطماطم تاعي، راح نسنيها الواحدة تلو الأخرى، يعني ندير اون كوش في لو فون تاع لو بلا تاعي. من بعد واش ندير؟ راح نهز شوية تاع ملح شوية تاع فلفل أسود، نرش هذيك الطماطم ندهنها بشوية تاع زيت زيتون ولا زيت عادي، وندير فوقها شوية تاع زعترة، نرش فوقها شوية تاع زعترة مفتتة.
الطماطم تحب زعترة بزاف باش تجيب بنينات لك واحد النكهة جميلة جدا زعترة في الطماطم. من بعد واش ندير؟ رايحين طبعا نديرو شوية تاع ثوم، ما نساوش الثوم كذلك، نديرو لها شوية تاع ثوم ونديرو كمية صغيرة من الجبن المبشور فوق الطماطم، ديروش بزاف، شوية بكرة خفيفة من الجبن المبشور. بعدها واش نديرو؟ رايحين نحطو بقايا اللحم اللي عندي، اي بقايا قلنا سواء فيون داشي سواء الدجاج سواء بون واش عندي اللحم واش عندي سواء السردين لي زانشوا، نحطهم نسنيهم كامل فوق هذيك الطماطم اللي داويتها ودرت لها شويه نتاع زعتره وشويه نتاع ثوم وشويه نتاع كميه صغيره من الجبن. من بعد واش ندير؟ رايحين نهزو نديرو طبعا لي بوم دو تيغ، هنا عفوا قبل ما نديرو اللحم نديرو قبل البطاطا فوق الطماطم باش نحطو اللحم تاعنا، نديرو قبل لاكوش نتاع الطماطم ومن بعد نديرو قبل ومن بعد نديرو لا بوم دو تيغ لي رونديل تاع لا بوم دو تيغ، نداويها بنفس الطريقه ما نكثرش الملح بزاف ابين برك، ومن بعد ندير اللحم تاعي. من بعد نعاود نغطي بالطماطيش une autre couche toujours de la même façon، يعني نداويها بنفس الطريقه اللي داويت لا بروميير كوش، ومن بعد ندير البطاطا ومن بعد نكوفريها كامل بلا طوماط. اسمع هنا اللحم راح يجينا في النص برك، يجي طبقه واحده في النص. نعاود لو بلا تاعنا ندهنوه بشويه زيت زيتون ولا زيت عادي، نفرش في لو فون تاع البلا الطماطم لي رونديل دوائر الطماطم، نداوي هذيك الطماطم تاعي دهنها بشويه تاع زيت شويه ملح كميه صغيره من الملح شويه تاع فلفل كحل شويه تاع زعتره وشويه تاع فرماج غابي. من بعد نحط لي رونديل تاع البطاطا اللي كنت قطعتهم رقيق، كونش خشن بزاف كونش خشن باش طيب لنا وتجي سوا سوا مع الطماطم. نفرش طبقه تاع البطاطا نداويها بنفس الطريقه، شويه تاع ملح شويه تاع فلفل اسود شويه تاع زعتره وشويه تاع فرماج غابي، ومن بعد ندير لا فارس نتاعي اللي هي بقايا دجاج بقايا اللحم شويه تاع اسمو لا فيون داشي شويه تاع اللحم مرحي لي زانشوا بقايا سردين مش عندك. ومن بعد واش ندير؟ ندير دوائر البطاطا ومن بعد نكملها بدوائر الطماطم. شوفوا الالوان كيفاش تجي، طماطم من تحت خلاص حمراء، بطاطا ومن بعد اللحم ومن بعد بطاطا ومن بعد طماطم، الطماطم هي لاكوش الاخرى خلاص، نداويها بنفس الطريقه كذلك على الاخر خلاص. واش نديرها؟ نديرها شويه نتاع زيت طبقه من الزيت ونديرها فرماج غابي. ومن بعد واش ندير؟ اكيد راح نرشها بشويه نتاع خبز مرحي نسيت ما ذكرتوش في المكونات، شويه نتاع شابلوغ فوق هذاك الفرماج، نغطيها بورق الالومنيوم وندخلها طبعا للفرن درجه حراره 180 درجه حراره مئويه. هنا نخليها طيب عقلها ما نديرلها لا ما لا حتى حاجه، نخليها هذاك الجو نتاع الطماطم والبطاطا راح هي اللي طيب في الجو تاعها، يعني ما نديرش الماء كامل راح تجي طريه تجي هايله ما شاء الله. ابري 20 مينوت ابري ابري ولا 25 مينوت يعني بعد 20 دقيقه ولا 25 دقيقه راح تشوفوا باللي الكغاتا تاعي ولا هاد لا طوماط بولونجير طابت. كيفاش نعرفوها؟ راح نحيها نحي لها ورق الالومنيوم وندخل حافه السكين باش نتاكد انه البطاطا الطماطم يطيب، يعني فيها ما عندهاش الروح شنو البطاطا برك تاعي، نتاكد منها يتم تم الطيب تجي فوندون تجي ما شاء الله. راح اكيد نحي ورق الالومنيوم نشعلها شويه من فوق لاغريل الفرن، نشعلها شويه من فوق ما يعني ابين برك ما نكثرلهاش بزاف ميم با 10 مينوت، ونحيها من الفرن ونقدمها نقدم لو بلا تاعي هكذاك، يعني نحطو في طاوله الغداء ولا العشاء، نحط لو بلا لو سيرفيس يعني نحطو لو بلا ديريكتومون ونسربيو ديريكتومون لو بلا. تكل سخونه سخونه مع البروده هذه راح تكون جميله جدا جدا هذا الطبق هذا، وشهية طيبه للجميع وبالتوفيق اكيد لكل المستمعات اللي عجبهم هذا الطبق. بعد هذا الفصل نمر مباشره الى ثاني كيفيه اللي هي الدجاج في الفرن بالزنجبيل، جميل جدا، نتلاقاو بعد قليل. إذن الكيفية الثانية اللي هي الدجاج باني بالزنجبيل، خاصة هذه الكيفية تناسب كثير الناس
يعني اللي راهم كما نقولوا حنا رامو ريجيم اليمونتير دونك هاد الكيفيات نسبهم كثير. راحين نعطي لكم الكومبينات تاع هاد الطبق اللي هي دجاج باني بالزنجبيل. الدجاج هذا واش نحتاجوا له؟ نحتاجوا قطع من الدجاج ولا دجاجه تكون صغيره الحجم، يعني قطع تاعها كي نقسموها قطع تكون صغيره لانه باش يكون مده الطهي تاعها تكون اقصر، لانه القطع الدجاج كي تكون كبيره طول شويه في الطياب. دونك توجور نخيروا قطع صغيره الدجاجه تكون صغيره. ولكن كاين ناس كاينين الله يبارك دونك يستعملوا للي 14 اشخاص يقدروا يستعملوا سواء دجاجه كبيره ويقسموها على 4 ويقسموها على 8 قطع، يعني الفخذ يقسموه لا كويس تقسم على 2، الزدر هذاك يتقسم على 4، يعني الزدر كومبلي يتقسم على 4 راح تحصلوا 8 قطع. دونك شاك بيرسون تدي زوج قطع من هذا البولي هذا. ولكن عندي الدجاج هذاك الصغير خلاص نقدروا نستعملوا حتى زوج دجاجات يكونوا صغار ويتقسموا الى قطع صغيره. هنا واش نحتاجو؟ كذلك نحتاجو حوالي 3 بيضات كاملين، 3 بيضات كاملين. نحتاجو واحد زوج كيسان نتاع شابلور اللي هي خبز مرحي ومحمص. نحتاجو مغرفة كبيرة نتاع زنجبيل يكون مرحي على شكل بودرة، زنجبيل يكون على شكل بودرة او ماذا، او نستعملوا زنجبيل طازج ونسكرفجوه رقيق جدا ومن بعد نقول لكم كيفاش نستعملوه. كذلك نستعملوا هنا واحد قطعه من الزبده، واحد نقولوا 100 غرام تقريبا تاع زبده عاديه. كذلك نحتاجوا ليمون زوج حبات نتاع قارص، نحتاجوا شويه نتاع ملح وشويه نتاع فلفل اسود. هذا واش نحتاجو في هذه الكيفيه. نعاود عندنا زوج دجاجات يكونوا صغار ولا دجاجه كبيره ونقسموها على 8 قطع. دونك شاك بيرسون ياكل زوج قطع من هذا الدجاج هذا. عندنا كذلك نحتاجو ملعقه كبيره من الزنجبيل سواء يكون طازج ولا يكون يابس، يعني مرحي على شكل بودره. نحتاجو كذلك 3 بيضات كاملين. نحتاجو زوج كيسان نتاع شابلور اللي هي خبز الخبز المرحي المحمص. نحتاجو كذلك واحد 100 غرام من الزبده، شويه ملح وشويه نتاع فلفل اسود. كيفاش نحضروا هذا الدجاج؟ راح نجيب الدجاجه تاعي طبعا بعد ما نقوها مليح، نشلوها مليح، نغسلوها مليح بليتو، نطفوها مليح، نطفوها تري تري بيان، يعني توجور الدجاج تاعنا باش يجي بنين ويجي طري. حنايا نشيو الدجاج ليله من قبل مثلا ولا ساعات من قبل، راح بعد ما نطفوه مليح توجور نحكوه بالملح الخشن، نهزو حبه نتاع قارص نقسموها على 2، من بعد نهزو شويه نتاع ملح خشين، الملح الخشن نحطوه في لب القارص، نص حبه قارص هذيك نحطوه لداخل يعني بمغرفه صغيره، نحشروه في هذيك القارص وبعدين نبداو نحكو الدجاج تاعنا بهذيك النصف تاع حبه قارص اللي درت له الملح الخشن ونحكوه مليح من الداخل من برا تحت الجلده، نحكوه تري تري بيان، وبعدين نغطوه بسيلوفان ونحطوه في الثلاجه. راح يتشرب هذيك الملح مع الليمون، يعطي له بنه ويعطي له طراوه في نفس الوقت. دايما هذه استعملوها في اي كيفيه عندكم الدجاج، راحين تستعملوها في الاطباق في صوص بلانش اي طبق توجو ديروا هذه الكيفيه. هذه الاستيس هذه يعني مليحه بزاف بزاف. من بعد الدجاج تاعنا بعد ما حكيناه باللوسال هذاك والملح والقارص واش نديروا؟ راحين نهزوا لا شابلور نتاعنا نحطها في صحن عامق، راحين نضيفوا لها زنجبيل اللي يكون مرحي، زنجبيل هذاك اليابس مغرفة ولا اللي يكون زنجبيل يكون محكوك. من بعد واش نديرو؟ نضيفو شويه نتاع فلفل اكحل والملح ما نكثروش بزاف، شويه يعني نديرو مقدار مغرفة صغيره تاع ملح. نخلط كل شيء مع بعض، نخلطو كل شيء مع بعض. بون كاين ناس يحبوا نكهات مثل نكهه زعتره اكليل الجبل في الدرج تاعهم، تقدروا تضيفوا هذه الاعشاب هذه معطره لا شابلور، مي تكون لازم تكون ديزيدراتي تكون جافه، لازم تكون جافه الاعشاب نتاعنا.
من بعد راح نخلط كل شيء مع بعض، ثم نهز البيض نتاعي نكسروه في صحن عامق، نخفقوه بالفرشيطة بالفرشيطة ولا بالفوي. من بعد حبيتوا تضيفوا له شويه نتاع ملح، حبات نتاع ملح، ضيفوا البيض نتاعكم حبات نتاع ملح. من بعد واش ديروا؟ احتزوا قطع الدجاج تاعكم دي تكون صغيرة الحجم، ما تكونش كبيرة، لازم تكون صغيرة الحجم. راحين نرمضوها في هذيك البيض هذاك المخفوق، من بعد مباشرة راحين نرمضوها في لاشابلوغ. مهنية لازم نخدم باليد نتاعي، بيدية لازم ندخل مليح الخبز هذاك المرحي في قطع الدجاج تاعي، يعني نوسيوه نبانيوه مليح، نبانيوه مليح الدجاج تاعنا، ما نخليو حتى بقعة ما تكونش فيها الخبز، يعني ندخلو مليح الخبز في القطع، نستعملو اليدين تاعي. كي نكملوا كامل هذه العمليه راح نهز اون بلاك مثلا ولا جو با اون بلاك تاع الفور، راح نحط فيها قطع الدجاج تاعي، نحط فيها قطع الدجاج، وبعدين نهز الزبده، نهز الزبده ونحط في كل فوق كل قطعه نتاع الدجاج نحط مورسو تاع زبده، يعني قطعه من الزبده في فوق كل قطعه نتاع الدجاج نحط قطعه تاع زبده. راح نغطي بورق الألمنيوم وندخلها للفرن. طبعا ندخلوها للفرن اللي يكون هنا، لكن حبيتوا ضيفوا قطع من ما هذيك خليوهم بعد قطع الليمون، مش مشكل. ندخلوها قلنا للفرن ونخلوها طيب، هنايا نقول لكم واحد 45 دقيقة حتى لساعة وهو يطيب لنا في الفرن. سقطوا لكن بون، لكن قطع صغيرة يعني ما تديش وقت طويل، واحد 40 دقيقة نقولوا هكذاك، لكن قطعة كبيرة أكيد راح تزيد بواحد 5 دقائق حتى 10 دقائق، هنا تولينا تقريبا ساعة ويطيب في الفرن. طبعا راحين بعد ما يطيب راحين نزعوا له ورق الألمنيوم 10 دقائق قبل ما نحوه ونخليوه باش تجينا هذيك لاكروت نتاع الخبز هذيك، يجي جميل جدا، يجي باني ويجي كروستيون، من الداخل يجي طري ومن برا يجي كروستيون، تجي ما شاء الله مع رائحة الزبدة والزنجبيل هذيك تجي هيلة روعة. راحين نحو الدجاج تاعنا من الفرن بعد ما نأكدوا منه باللي طاب مليح طبعا، ونقدموه. تقدروا تقدموه مع الطومات مثلا هذيك اللي كنا حضرناها من قبل، تقدروا تقدموه مع خضر، تقدروا تقدموه مع روز، تغلوا شويه روز مع شويه زبده وتحطوه مع الروز مع شويه تاع لوبيا سوتي، اي حاجه تكون خفيفه طبعا راح تكون وجبه غذائيه كامله جميله جدا وشهيه جدا. صحه بصحتكم وبالتوفيق اكيد لكل لمن عجبته هذه الطريقه. اذا نستقبلوا قبل ما نكملوا ونجاوبوا على الاسئله تاع الاخوات، راحين نستقبلوا الاتصال معنا. الو السلام عليكم. صباح الخير. الو صباح الخير. صباح النور. لاباس؟ شكون معايا؟ معك الاخت صبيره. نظيره واش راكي؟ صبيره. ايه اهلا وسهلا بك صبيره، مرحبا بك. والله لاباس الحمد لله. الحمد لله. حبيت بس نقول لك على كارت تاع التفاح اللي استنيتك مرتين. صبيره شوفي نسبك فيك تي الاولى. نسبك فيك تي الاولى. اسمحي لي نسبك فيك دوك تي الاولى نجاوبك. على ذلك باللي كنت راح ندير بها مناسبه هاي لبصح الله غالب ودرتيها لي على مرتين. ماشي ودرتك اختي الفاضله، ماشي درتها اكسبري ولا للاسف. الوقت اكيد تشوفي الوقت راه يمر بسرعه لي طولين مد لي غوسيت نتاعي، من نجي نجاوب على الاخوات نلقى الساعه ديجا خلصت. هذا هو المشكل. انا ما عندي حتى اشكال، راني هنا في خدمتكم صبيعه ان شاء الله. هاني نستنى فيك برك. ما كاش مشكل، دوك نكمل برك مع الاتصال الثاني ونجاوب اختي العزيزه. شكرا ومبروك عليكم المزيوده. يعيشك يعطيك الصحه، شكرا صبيعه وسمحي لي مره اخرى. معنا ليندا على المباشر. الو السلام عليكم. الو صباح الخير واش راكي؟ صباح الخير ليندا، واش راكي؟ صافا؟ صافا الحمد لله. الحمد لله. أول مرة نكلمك. أول مرة راني نشوف لافا، هذه جديدة عليا. ليندا مين راكي تعيطي من البرج؟ من البرج. أهلا وسهلا بك ليندا. فرحانة. كيف فرحانة يا عمري، أنا ثاني اللي فرحانة بك. لاباس وأنت يا ليندا راكي مليحة؟
صافا والله الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. ليندا تفضلي عندك سؤال. حبيت الوصفه تاع لي بول بريستيج و انتقيت لي سكيمو الا تقدر. لي بول لي بول بريستيج ها وجاتو هذاك تاع لي سكيمو اللي راه داير حلا هذا. اها بون لي بول بريستيج واش من وصفه تاع لي بول بريستيج؟ لازم تفهميني لي بول بريستيج كي تقولي لي دي بول بريستيج جو سي با هذا جاتو طايب ماشي طايب لازم تفهميني. والله ما على بالي انا نشوفو في الفيسبوك حتى تديري نوع لي بوب كيك راكي تقصدي على لي بوب كيك؟ لا مش بوب كيك حاولت هذوك لي بول بريستيج هذوك الباهيين نديروهم في الفيسبوك ومن حبيت نديرو لمسه اه لي ديرهم في فيسبوك. دوك انا كاين بزاف الوصفات اختي العزيزه لازم توضحي لي مليح واش من وصفه راكي حابتها. اي وصفه المهم تكون دي المهم تكون دي بول وخلاص هكذا ما كاينش مشكل. نعم هذاك تاع لي سكيمو نفس الشيء. نعم يقدر تكون دي بول ما كاينش مشكل راح نجاوبك ان شاء الله. شوفي يا اخي صبيره كي دائما تبعينا دايما توصل معنا كل يوم مع كل يوم كل سبت كل سبت قصدي كل سبت بون السبت الجاي بيسك راح تكون حصه تاع حلويات ان شاء الله راح نحاول نجاوبك فيها معليش معليش عندي نفس خطيبات حبينا الله يبارك بالصحه والهنا ليها وان شاء الله بالبركه عليكم. نعم شكرا لك يا صبيره وكل كل اوفياء البرنامج. معنا الخطره سيد هذه الخطره راجل معنا محمد. الو السلام عليكم. الو الو السلام عليكم. وعليكم السلام من بسكره معنا وقيل محمد من بسكره. نعم بركه. اهلا وسهلا بك فيك بركه مرحبا بك خويا العزيز. نشكركم كل اذا كل عمل اذاعه وخاصه الفدائيه الهاتف رضوان. رضوان ما شاء الله رضوان هايل. عندي ما شاء الله. تفضل تفضل. عندي لي كاستيل. نعم لي كاستيل وي معجون الانجاز. معجون الانجاز ما كنتش تالي عيطت المره اللي فاتت المعجون الانجاز انا جاوبتك شو غاتي وزالي غاتي وزافي غاتي على بالك انا قدمت لك الكيفيه هذه وراتيتها معليش نعاودها لك خويا العزيز. بارك الله فيك ربي يسلمك. شكرا الله يسلمك وراك تتابع في الحصه دائما محمد. لا انا نسمعها والله غير مشكوره. باين باللي انت من الناس اللي يحبوا الطبخ بزاف. اه باين باللي هاو قال لك نعمل في راه في الدومين. معليش خويا العزيز راح نجاوبك باذن الله. شكرا لك على الاتصال تاعك وعلى التواصل تاعك معنا. راح نجاوب رضوان بعد الفاصل راح نجاوب الاخت اللي طلبت كيفيه الكيكه التفاح اللي كنت وعدتها بها وما جاوبتهاش راح نجاوبها باذن الله دوك نسبك فيها هي الاولى. درنا كعكة التفاح صبيرة لا راهي تسمع فيا كعكة التفاح المقلوبة. عندنا ثمن بيضات عندنا كاس ونص سكر عادي كاس نتاع زيت قرصة نتاع ملح مغرفة صغيرة تاع لافاني علبة ياورت معطر يكون من الأحسن عطر الفراولة وحليب. الحليب هنا قيسوا بالعلبه نتاع الياغورت يعني بعد ما نفرغوا علبه الياغورت راح يقيسوا بها الحليب. عندنا زوج باكيات نتاع خميره الحلوى وزوج كيسان نتاع فرينه زوج كيسان ونص نتاع فرينه كذلك عندنا زوج مغارف واحد اخرين نتاع حليب عادي. بالنسبه لصاصه الكراميل عندنا كاس ونص نتاع سكر مغرفه نتاع زبده وما ننساوش طبعا الحاجه المهمه كثير في هذه الوصفه اللي هي التفاح. واحد كيلو نتاع تفاح ماشي لازم يكون من النوعيه الجيده تفاح عادي عادي جدا جدا. طريقه التحضير راح نهز التفاح تاعي طبعا ونحضروه بعد ما نقشروه راح نقطعوه الى قطع تكون قطع نصف دائريه من بعد رايحين نحطوا له نعصروا له فوق القارص باه ما يكحلش. من بعد رايحين نهزوا نحضروا الكراميل تاعنا. الكراميل تاعنا رايحين نحطوا الكاس ونص نتاع السكر ونخليه يذوب حتى يصبح على شكل كراميل. في الاخر خلاص نضيفوا له المغرفه نتاع الزبده ونضيفوه للكراميل
المول تاعنا، يعني نحطوه في المول تاعنا اللي راح نديروا له العجينه تاع الكعكه. معنا اتصال، ما خلوش السيده تستنى بزاف، من بعد نقولوا ان شاء الله مع الكيفيه. الو السلام عليكم. صباح الخير ام مصباح كريمه. صباح النور، شكون معايا؟ لاباس ام ميسون. ام ميسون اهلا وسهلا بك. لاباس كريمه. لاباس، وانت يشكو مين راك تعيطينا ام ميسون؟ اهلا وسهلا بك. يسلمك. يسلمك، تفضلي كريمه. تعيشي، حبيت نعرف برك اسكو عندك باج فيسبوك ولا في اليوتيوب؟ برك عندي في اليوتيوب وعندي في الفيسبوك. تعطينا تعطينا لخطر. ديري كريمه زيتوني زيتوني تخرج لك. عاودي لي كريمه زيتوني 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 بالفرنسيه. هاي صحة كريمة، ربي يعيشك. يعطيك الصحة أختي العزيزة، شكرا. إذا نكملوا مع الكيكة. نعم، معنا اتصال آخر. ألو السلام عليكم، صباح الخير. شكون معايا؟ ألو. ألو السلام عليكم، صباح الخير. عليكم السلام. وردة معايا؟ وردة. وردة من البرج؟ من الحمادية. من الحمادية، أهلا وسهلا بك. شكرا. يعيشك. تفضلي. مانيش نسمع منيح للاسف، راهي المكالمه جد جد راضيه. الو. الو. اي الو. نعم، هاني معك. اختي وراك. اي ما تحضروش الناس تاع برا ساكن. شكون اللي ساكن حقرو فيهم اختي؟ يعيشك. هسا نعيبك، انا نقول لك دوك بنتي هاي قدامي بعتيلي، راه كل يوم يعيرني راجلي. كتبي لي خبز الدار نديرو خبز الدار تاع الفريده وتاع دقيق، وديري لي البريوش. خبز الدار والبريوش. خبز الدار تاع تاع الفرينه وتاع السميد. كنت قدمته في المره اللي فاتت. عندي مشكل، راه عندي مشكل كل يوم يعاير فيا. ما كاش مشكل، رانا هنا في خدمتكم اختي. ان شاء الله عيطينها، راني ما تحقركش. ما جامي، راني هنا في خدمه كل 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 مستمعين، في كل في ارجاء الوطن حتى في خارج الوطن. ربي يعيش لك وليداتك. الله يسلمك، شكرا. ورده، ربي يعطيك صحتك. امين امين ورده. وربي يقدرك. امين، شكرا شكرا على الاتصال تاعك ورده وعلى التواصل تاعك معنا. نكملوا مع الكعكه التفاح. نعم، هذا اخر اتصال معنا بخا هكذا باش نقدروا نجاوبوا. الو السلام عليكم، صباح الخير. صباح الخير اختي كريمه، معليش. اهلا مسعوده، واش راكي؟ مرحبا بك اختي. لاباس. لاباس؟ الحمد لله، تبي عليك؟ والله الحمد لله في نعمه، وانت يا لاباس؟ كل عيله. والله لاباس. الحمد لله مسعوده. الحمد لله كريمه اختي. شكرا. كي نسمعوك والله في نعمه. الله يسلمك، شكرا. يعطيك الصحة كريمة اختي، والله يعني شوفي عجبوني اطباق درتيهم بزاف. الله يسلمك. ماشي هو نبدا بشوية دوكا مع العرسك على بالك الحد الأدني نخدم، ما خلونيش نعرف نخدم. الله يبارك ما شاء الله. قلت نخلص برك ونشي اللي نديروني نعيط لك. معليش تفضل. شوفي كريمة، حبيت برك على الفلفل تاع الكوكوط. اها. فتحتي سؤال وجاوبتك. هذاك شوية بزاف ولا قليل؟ شوفي في كيلو، في كيلو ديري انت كمية صغيرة جربي وشوفي، لكن ساعدك يا سهل في الكوكوط كاينة. ندير نص تاع. اي اي، ديري نص كاس تاع خل ونص كاس نتاع زيت. نعم. ايه. وشوية تاع ثوم فص ولا زوج، وشوية حبات نتاع فلفل الكحل، وحبات نتاع كزبر. هي على بالك ما يستخدم، قلت الكمية باكو شحال، ما على باليش شحال. كمية كيلو كيلو، ديري كيلو فلفل ولا ضعفتي ديري أكثر. ايه، ما هضرت علي لأختي عاد تقول لي جربي خدمي ولا عطيني طنبوغ. معليش، حتى الهريسة هذوك راح نجاوبكم عليها، إن شاء الله يكفيني الوقت بك، راح نجاوبكم على الهريسة ثاني بنفس الطريقة. شكرا مسعودة، إلى اللقاء، ربي يعاونك إن شاء الله، شكرا. الكيكة التفاح قلنا راح نحطوه في الكراميل تاعنا في المول تاعنا، من بعد نحطوا نهزوا هذاك التفاح تاعنا ونسنيوا هذوك الشرائح تاع التفاح، نسنوهم الوحيدات اللي يعني يجيو فوق بعضهم هكذا مركبين فوق بعضهم اون باراليل، يجيو هكذا وكل مسنيين فوق بعضهم. من بعد واش ندير؟ نبدا نحضر العجينه تاعنا تاع لاجينواز. راح نحط طبعا البيض، نطلعوه مع السكر جيدا، ثم بيضات وكاس نص تاع سكر عادي سكر حرش، يطلعوا مليح مع شويه نتاع قرصه نتاع ملح ولفاني، نطلعوهم جيدا جيدا، ثم نضيفوا الكاس نتاع الزيت تاعنا بالتدريج يعني تدريجيا، ثم بعد ذلك راح نضيفوا الياغورت، ثم نضيفوا الحليب، كل المواد السائله هذه البيض الحليب الياغورت السكر قلنا لافاني الملح والزيت، نديروهم مع بعض نطلعوهم جيدا جيدا، ثم في الاخر خلاص نضيفوا الفرينه مع الخميره، كاس زوج كيسان ونص نتاع فرينه مع الخميره نتاعي، ومن بعد على الاخر خلاص هذوك زوج مغارف ماكله نتاع الحليب اللي ذكرتهم في المكونات نضيفوهم هما على الاخر خلاص. كي نضيفوهم نبداو نحركو بالفوي تاعنا حتى نتحصلوا على عجينه اللي هي طريه بزاف، يعني ما تكونش سائله بزاف وما تكونش يابسه،
تكون جميله جدا. راح نفرخها فوق ديريكتومون فوق هذوك شرائح تاع الليمون، نفرخها فوق شرائح تاع الليمون. من بعد راح ندخلها الفرن اللي كنت شعلته ديجا من قبل، درجه حراره 160 درجه مئويه، ونخليها تطيب بعقلها. هنا تبدا يطول في الطياب، طول يعني حقيقه في الطياب، طول تاعها الطياب تاعها فن. راح تبدا تطلع على جناغي بشي 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 بشي، تبدا تطلع وتبدا تخفف. هنا كيفاش نعرفها بلي طابت؟ اكيد راح تشوفي يعني، راح تاكدي انها ما بقاتش عجينه من الداخل، نشفت وبدات تحمر. في الحبشيه تحمر لانه فيها الكراميل، فيها دونك كي تشوفيها نشفت تتاكدي منها، خاصه في الوسط تاكدي منها الوسط توجور اللي يبقى خضر على الحواشي. الحواشي يسبقوا يطيبوا قبل الوسط دائما. كي نتاكدوا منها في الوسط باللي مازال تعجين، نكملوا لها طيبها. نتدي واحد الساعه هكذاك حوالي تاع طيب، دونك هنا طول شويه. كي نشوفوها طابت مليح وتبدا تحمر فوق، هذاك الوقت انا نطفي عليها الفرن ونخليها، نخليها مده حتى يعني باش نقدروا نديمولوها. ما نديمولهاش مثلا حتى يعني بعد مور ساعات، باش نقدروا نوضعها في صحن التقديم، يعني تجي جميله جدا، تجي عاليه، تجي ما شاء الله. اذا ان شاء الله تكون سبعت الاخت اللي طلبت هذه الكيفيه هذه، وان شاء الله تجربها وتعيط لنا السبت الجاي ان شاء الله وتقول لنا كيفاش جاتها باذن الله. المرة دوك باش نجاوبوا على الأجوبة أو الأسئلة اللي كانوا طرحوها لنا من قبل المستمعين والمستمعات. نبداو في الأخت اللي طلبت كيف تحضير الهريسة، عندها الفلفل بزاف، فلفل خاصة الفلفل الأحمر هذا اللي يتباعوا ويحضروه الناس بزاف. احنا هنا في البرج نستعملوه بزاف، الفلفل الأحمر اليابس يعني نلبسوه ومن بعدها نرحوه. وكاين بعض الأخوات اللي يحضروا به الهريسة ثاني كذلك بزاف، يعني يستهلكوا بزاف الهريسة بكميات كبيرة ويحبوا يحضروها في البيت خير من يشريوها نتاع برا. دوك شوفي أختي العزيزة، أقوم لكم تشوفوا الطريقة تاع الفلفل المرقد اللي كنت حضرته في لاكوكوت. هي عندنا بزاف طرق اللي تحضير الهريسة، كي اللي يفوروه الفلفل يفوروه، كي اللي يخدموه في الفرن بشوية تاع زيت ومن بعد يرحوه، كي اللي يفوروه ومن بعد يرحوه مع الزيت والثوم. وكاينة الطريقة هذه العملية جدا سي تخي براتيك، اللي هي طريقة نتاع لاكوكوت. يعني كيف تهزي الفلفل نتاعك الأحمر، تنحيه القرون هذوك، تنحيله هذوك الزريعات، تنحيله هذيك الخيوط اللي جاية من الداخل، تقسميها على اثنين. من بعد راح ديري له نفس المكونات ما عدا الفلفل الفلفل الكحل والكزبر، ما ديريهمش. ديري الفلفل تاعك اللي يكون مقطع طوليا، ديري الفصوص نتاع الثوم فص ولا اثنين نتاع الثوم، وديري معاه نص كاس نتاع زيت ونص كاس نتاع خل. ومن بعد واش ديري؟ تسكري على كوكو تاعك وتخليه يطيب. هنا ما ديريش الفلفل الكزبر وما ديريش الفلفل الكحل، حب هادو تستغني عليهم. ومن بعد كي يطيب مده 10 دقائق راح تنحيه وترحيه. ترحيه هنا تصفيه من هذاك الجو نتاعو، ترحيه مليح، ومن بعد تبداي تضيفي له هذاك الجو تدريجيا. يعني كي ترحي في الغوبو هذاك الجو تبداي تضيفيه تدريجيا باش يترحى لك مليح الفلفل نتاعك ويجي اوموجين يعني متجانس طبعا. وهذاك الزيت والخل هما اللي يحفظوه، هما اللي يحفظوه لمده اطول. بعد ما ترحي الفلفل نتاعك مع الجو هذاك اللي صح منها، طبعا راح ديري كميه من زيت الزيتون وتخبيه في الليبو تاعك اللي تكون مطهره بيان ستيريليزي، تخبيه في الثلاجه طبعا وتحطيه هنا المده تاعو، مده الحفظ سينيميتي يعني تكون غير محدوده. هذه هي طريقه اخرى، لانه قلت لكم ذكرت من قبل بلي كاين عده طرق، هذه طريقه جديده وجد عمليه. نمروا الان للاخت جوهره اللي تسمح لنا ما جاوبتهاش على السؤال تاعها اليوم، راح نجاوبها. كانت عندي ظروف خاصه دونك راح نجاوبها على الزيتون المرقد، كيفاش ترقد الزيتون الاخضر اللي راه الموسم تاعه واللي راه موجود بكثره في الاسواق. بون هي قلت لك مانيش حابه نرقد الزيتون تاعي في هذاك البرودوي في السود هذيك اللي في البرودوي هذاك، صح انا يعني ننصح سيدات ما يديرولوش البرودوي هذاك تاع الزيتون، لانه هذاك السائل راه جدو مضر للصحه. اتونسيون شوفوا برك ديروه على حاجه بايزوم، تحطوا قطره منه فوق حاجه، شوف كيفاش تبدا تغلي، وينك يا الانسان داخل كيفاش راح يصرى له. دونك هنا نديروا بطريقه، نرقدوا بطريقه طبيعيه جدا بالماء والملح الخشن، جدو طبيعيه وراح تكون يعني نفس النتيجه نفس النتيجه. دونك هنا الزيتون تاعنا بعد ما نجيبوه راحين نشلوه مليح ونديروا له
تشققات، يعني نهز الموس وندير له شق ولا اثنين لهذاك الزيتون تاعي، سواء كبير ولا صغير. يا قلت لك الزيتون عندي صغير هذاك سما تعبها شويه، تقدري اختي الفضيله تهزي هذاك الزيتون صغير خلاص وتهرسيه ابان، يعني تحطيه في حاجه في حاجه وتهرسيه ابان برك، يعني شويه برك حق ما يتحل برك، يعني تهزي له مثلا مهرس اللي كان عندك وتهرسيه ابان برك في مهرس وتحطيه. من بعد واش ديري؟ راح تبداي تحسبي كل مده 10 ايام، مده 10 ايام تهزي الزيتون تاعك كل يوم تشمخيه في الماء وتبدلي له. باي زامبل اليوم تبداي العمليه هذه، باي زامبل نقولوا ساعتين تاع النهار تشمخي الزيتون تاعك في الماء وتحطيه بجه. الغدوه من ذاك لا ميمور، يعني الساعتين تاع العشيه تبدلي الماء هذاك وتعاودي له الماء ما جديد. العمليه هذه لازم 10 ايام، يعني الشكفه تبدلي الماء تاعك مده 10 ايام. في 10 يوم كي تبدلي الماء تستعملي ماء واحد اخر جديد، واش ديري له؟ راح كلتها يطرى تاع ماء ديري لها 30 غرام من الملح الخشن، 30 غرام من الملح الخشن. من بعد تغلي الماء والملح تغليهم مع بعض حتى تحصلي على محلول ملحي. هذا المحلول هذا عندما يبرد، كي يبرد راح تهزي الزيتون تاعك تحطيه في بلارات نتاع الزجاج تكون ستيريليزي مطهره، خيري هذوك البلارات الكبار من الاحسن خير من بلاستيك. من بعد تحطي الزيتون تاعك قبل وتكبي له هذاك المحلول الملحي، كديفي له المحلول الملحي. هنا تقدري ديري حبات نتاع فلفل كحل، حبات نتاع كزبر، يعني هنا هي مواد حافظه هاد الحبيبات هذا والحبوب هذو اللي هي فلفل الكحل والكزبر وورقه نتاع رند، راح تحطيهم مع الزيتون في هذاك المحلول وديري شويه نتاع زيت زيتون. هذا الزيت هذا يجي طبقه عازله، يعني هنا راح يعزل لك الهواء الخارجي ما يدخلكش للزيتون، راح يخمج لك الزيتون تاعك وراح باش ما يديرلكش هذيك الطبقه البيضاء هذيك اللي تجيك من فوق، راح يجي يعني انتاكت تجي ما تقيسو والو. طب هنا سكري على البلارات تاعك وخبيه، خبيه في بلاصه وين تكون بعيد عن الرطوبه واشعه الشمس. هنا مده باش يوجد لك الزيتون تاعك يقدر من شهر حتى شهرين باش يوجد لك الزيتون تاعك، وتقدري تستهلكيه. طبعا هالطريقه ان شاء الله تجربوها وتنجحوا فيها باذن الله. راهي شرلي زميلي للاسف الوقت ما بقاش، في دقيقه ما نقدرش ندير صفرجل، المربى تاع صفرجل اللي كان طلبته الاخت. نعم مربى صفرجل اختي الفاضله لا يتسمع فيا وطرحت السؤال هذا عليا المره اللي فاتت، في كيلو صفرجل، كيلو صفرجل هنا تستعملي السكر وما نقول لك شحال للسكر، يعني تحضري الصفرجل تاعك كيلو صفرجل، تحضري السكر، تحضري نصف لتر من الماء ونص حبة نتاع قارص. بون صفرجل تاعك توجور خيري حبات اللي يكونوا طيبين ما يكونوش يابسين خضر، خيري حبات صفرجل اللي يكونوا طيبين. من بعد راح تمسحيهم من هذوك لي ديفيتيو هذوك الشعيرات، تمسحيهم بشيفونه نظيفه. من بعد راح طبعا تشليها طبعا، ومن بعد تقشريها. انا كي تقشريها راح تقطعيه الى قطع، سواء حبيتي طرق قطع كبيره حبيتي قطع صغيره، وبعدها راح توزنيه، توزني الصفرجل تاعك وهو مقشر ومنقي. وطبعا كي تنقيه هذاك اللب الداخلي ما تستعمليهش هذاك اليابس تاع الصفرجل هذاك، راه ما يطيبلكش. من بعد توجور نحي هذاك اللب الداخلاني مع الحبيبات العظم تاعو لي غران تاعو لي بيبان هذوك مع اللب الداخلي. من بعد واش ديري؟ راح تقيسي الصفرجل ونفس الوزن تاعو تاع السكر، يعني واش جاك في الوزن مثلا يجيك 800 غرام 700 غرام تستعملوا قدو نتاع السكر. ومن بعد تهزي نصف لتر من الماء ديري له السكر هذاك اللي وزنتيه، تخلطيهم مع بعض حتى تحصلي على ان سيغو. لو سيغو هذاك راح ديري له عصير ليمون نص حبه قارص، ومن بعد ضيفي له قطع تاع صفرجل وتخليهم يباتوا ليله، والغدوه طيبيه على نار هادئه، طيبيه قوي له شويه النار مع الاول، ومن بعد كي يبدا يغلي نقصي له النار خلاص وخليه يطيب. هنا حتى تشوفيه ولا ترونسبارونت القطع تاع الصفرجل تاعك ولا شفافه، ولا السيغو تاعك ولا كيلا جولي. هذاك الوقت خبيه في البلار تاعك تاع الزجاج، اقل بهم وخليهم يبردوا. ونقول لكم الحصه تاعنا خلصت، نقول لكم تهلاو في رواحكم. نشكر رضوان اللي كان معكم في الاخراج، حليم في هندسه الصوت، ومن وراء الميكروفون كنت معكم في الاعداديه والتقديم. تهلاو في رواحكم، تلقاو السبت الجاي باذن الله. الى اللقاء.